بينما كان بريمر يتولى شؤون العراق ويشرف على قوانين اجتثاث البعث وإلغاء الجيش، شرع إياد علاوي بكتابة مقالات في الصحافة العالمية يعترض فيها على بعض السياسات الأمريكية ويطالب بأن تكون مسألة اجتثاث البعث قضية قانونية لا سياسية. كتب علاوي عام 2003 هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز، عنونه بأن على أمريكا أن تدع العراق يقوم بإعادة إعماره بنفسه. كتب علاوي قائلاً: كان القرار المبكر الذي اتخذه التحالف بإلغاء الجيش والشرطة حسن النية، لكنه أدى للأسف إلى فراغ أمني سمح للمجرمين والمتشددين من النظام السابق والإرهابيين الدوليين بالازدهار. لم تعجب هذه المقالات الحاكم الأمريكي بريمر ليقوم بالاتصال بعلاوي مبديا غضبه. خبرني هذا بريمر، قال لي تسويت هذا، شو أنت تقول أنا رجع الجيش وأسوي كذا إذا صرت رئيس وزراء؟ قلت له شنو يعني موظف عندك تتكلمني بهالطريقة أنت؟ شنو قصتك؟ قلت له راح أسوي مؤتمر صحفي وهاجمك. فالمهم أجواني هم قبل ما يصير تشكيل حكومة، أجواني إلى بيتي زاروني هو وبلاكول، قالوا لي إحنا نريد نشكل حكومة ذات سيادة. قلت لهم بعد ما تعبتكم المقاومة، لأن المقاومة صارت شرسة في العراق، واجتمعت بيهم أنا ويا المقاومة. قلت لهم أنتم لا تسوون نفسكم عز القوي. فخابرني أحد المسؤولين الأمريكان عسكري، قال لي اجتمعت ويا الانسرجنس ويا الإرهابيين؟ قلت لا، أنا اجتمعت ويا الريزيستنس. أنتم أعلنتوا الاحتلال، فأنتوا الريزيستنس أعطي الحق للشعب العراقي لمقاومة الاحتلال، ما بيها شيء، شو تشكوا بيها؟ المهم قلت لهم أنا ما مستعد أقبل وزارة وبتعيين أمريكي، ولا أعتقد أكو عراقي آخر يقبل بها الشيء، وإحنا سوينا مجلس حكم على أساس هو يختار رئيس الوزراء والوزارة، فلازم ترجعون إلى مجلس حكم سألوهم من يريد يصير وزير، منه يختارون وزير دفاع، منه وزير داخلية. فرجع خابرني بريمر بعد ما طلع وقدم، انتهت المقابلة ما عاد الشيء بعد. بريمر خابرني قال لي واكو وفد عالي المستوى رفيع المستوى يريدون يشوفوك في عمان، ما يقدرون يجون العراق. قلت له منهم؟ ما قال لي. قلت له علي ايش؟ قال لي ما اعرف علي ايش وما اعرف منهم، ما قالوا لي. فشو وقت تقدر تروح؟ فأنا حتى ايش مره فتره قلت له بعد 3 أسابيع يلا اقدر اروح. فقال لي اوكي، خرج خابرني قال لي اوكي بعد 3 أسابيع. فرحت العمان، استقبلوني جيش اردني وجيش امريكي، اخذوني للفور سيزن اوتيل، اخذوني الغرفه بالطابق الثالث الرابع والخامس، غرفه صغيره لقيت بيها جورج تنت قاعد رئيس المخابرات الامريكيه، وقاعد ويا واحد عسكري نائب رئيس الاركان المشتركه. قالوا احنا كوندليزا رايس تجي ويانا، سلمت عليك تجي ويانا، بس ما قدرت، صار عندها شغل اخر لحظه. فرئيسنا قال انتم تعرفون الدكتور علاوي، فروحوا عليه قنعوه يصير رئيس وزير الدفاع. هذا جورج تنت. قلت له انت ما قالوا لك ذول ربعك مال لجون البغداد؟ قال لا خبرونا. بس بوش اصر، وقلت له يعني قلت له ياد علاوي صعب نفهمه، لان ياد علاوي عند رأيه الوطني ومستحيل يطلع عنه، وكتابه هذا بكتابه موجوده الكلام هذا. قلت له ماني بالنسبه لي المقابله انتهت الان، واتمنى لكم عوده سليمه الى وطنكم، وانتهت المقابله ومع السلامه، وطلعت من الغرفه. لحقني الى اللوبي مع الفندق هو جورج تنت، قال لي يا اخي انا قلت لك والله، قلت لهم علاوي هو اعتد برايه ورايه وطني عراقي، ما حد يقدر يتحكم برايه. قلت له اخي احنا ما علينا، انا ما علي بهالقصه، انتوا جايين تقولوا لي تعال صير وزير الدفاع، يعني شو اصير وزير امريكا تعيني وزير الدفاع بالعراق؟ قلت هذا معناها جنون، هذا شلون حكي هذا؟ وهو قال احنا ومشيت ثاني.
رجعت لبغداد قال عرفت احنا حصلنا العراق وانا ما علاوي زعل بهذا الشكل هذا وحقه. ابو كتابه هذا موجود هذا الحكي. فصار اجتماع مجلس حكومة بعدها اجى برمر وجاء الامم المتحده والاخبار الابراهيمي وصار راسا اثنين اقترحوني رئيس وزراء بحر العلوم ومسعود البرساني. في احد كان رافض؟ ما ابدا كل وافقوا كل بدون استثناء كلهم وافقوا. سنة وشيعة ومسيحيين وإلى آخره وكراد وعرب ويعني